إسلام وصفيان، أحدهما بيطري، أما الآخر فيعمل كمشرف على الحيوانات الموجودة في حديقة الحامة والاهتمام بها. إعادة تهيئة الحديقة ومختلف الأقفاص التي تحوي الحيوانات ساعدهما كثيراً وسهل عليهما القيام بعملهما. لي طرافو اللي درناهم شملوا جينيرالمون الحديد، سيتي بوكو بلوس على لا فيروني، خدمنا لا فيروني وين كانت ناقصه، وين كانوا لي كلوتور ماشي مخدومين مليح، وين كانوا لي كلوتور ناقصين، كيما قدرنا نطوروا ديكاج جدد، وين قدرنا نكريو انوريشيسمون جديد في ليكاج تاعنا هذوك اللي هو الغازون اللي يزيد بزاف في زياده لانيمال، اللي وين يحس روحو بلوز اليز لانيمال ويخليه يعيش في طبيعه تقرب بزاف للطبيعه تاعو. هذه بدينا بقفصين اللي درناهم جدد اللي هما تاع لي بونتير وتاع لا تيغراس، درنا لهم الغازون تاعهم وخدمنا لهم لو باسين تاعهم، خدمنا لهم انوكلو اللي يشبه بوكو بلوس للطبيعه تاعهم. انا كي ندخل الصباح عندي ليكيب ديالي لي زانيمالي ولي سوانيور لي سوانيور انيمالي، ندخل الصباح ندير لا تورني كاع للزو ديالنا، ندير لا تورني ويديكلاريو لي زانيمالي ولي سوانيور، يديكلاريو لي الحاجه اللي خصت، الحاجه اللي فيها زياده، الحاجه اللي ماهيش فلينا، لانيمال اللي يكون مليح والانيمال اللي يكون ماشي مليح. نهضروا جلوبالمون على كاع الزو ديالنا، نهضروا على كلش. هما يعطوا لي المعلومات، انا نلحقها للفيتيرينار. تدعيم السياج الخارجي لبعض الاقفاص ووضع العشب داخل اقفاص اخرى، اجراءات من شانها ضمان سلامه الزوار وتوفير مناخ اقرب لبيئه الحيوانات الطبيعيه. جينا الحمى، جبت معايا الولاد باش نخرجوا من الحجر الصحي هذا يبدلوا شويه جو، تلموا جوز ومساكن. وانا نشوف الحمى بارابور تبدلت، بارابور كاين حوايج جدد، لا غير صافي بليزير. إعادة تهيئة حديقة الحيوانات بالحامة جعل من المكان يبدو أكثر تنظيماً وراحة، ليس فقط للعمال فيها بل وللعائلات التي توافدت للحديقة بعد أن فتحت أبوابها وحتى لهذه الكائنات الحية.